وفي يا عم لابس لي بدله وانا ساكت مش هرجع اصير. بقول لك ايه؟ هيطلع عينه النهارده. هو انت قاعد هنا ورا بتضرب؟ اللي حصل يا معلم؟ اتكرشت واتضربت من مدينتي واتهنت. ايه؟ وانت موجود؟ امتى ده؟ امبارح. فين يا ريس؟ في مدينتي. ازاي يا سيدي الناس؟ في بي 6. ايه؟ بي 6. بي 6؟ بي 6. يلا خليك انت يلا يلا خليك محلات يلا يلا يا سيدي الناس هروح لهناك بي 6. هو ايه ده؟ شوشوه ما حطيتها هنا عشان لو في حد رزانه ولا حاجه. يعني نروح نضرب على طول؟ هنضرب على مين بس يا ريس اللي وصلك يا ريس؟ تعالى بس هقول لك هناك. تعالى يا سيدي بي 6 بي 6 حاجه. طب وبعدين يا معلم؟ عايزين نروح بقى. انت قلت لي تعالى ما نقف اقول لك كلمه. قول لي طيب ايه اللي حصل لك يا اسطى؟ ايه اللي حصل لك هناك يا اسطى؟ احنا دلوقتي اتكلم منك ازاي يا سيدي الناس؟ احنا دلوقتي عايزين نروح ناخد حقنا في لينا حقوق هناك دلوقتي. ايه اللي حصل لك يا سيدي الناس؟ طيب تفهمني دلوقتي انت طلعت بره عيبك ليه يا ريس؟ هو فعلا من خرج من داره من اقل مقداره. دلوقتي اللي بس احنا انت يا ريس ما ينفعش تقل منك ولا في عيبك ولا بره عيبك يا ريس. انت هتيجي معايا دلوقتي ولا مش هتيجي؟ معاك على الموت يا معلم. معايا على خط الموت. معاك على خط الموت. ماشي يا امين. انا وانت هنطلع دلوقتي. انا وانت. ايوه انا وانت هنروح. ماشي نروح. بس هنروح انا وانت بس بس سك كده انا وانت بس. انا وانت سك لوحدينا يعني؟ انت خايف يعني؟ مش خايف يا سيدي الناس. بس انت هتقول حته يعني بان عليها فيها ناس كتير يعني. انت بقول فاهم اللي منك جامد هناك يا ابني. احنا رايحين مدينتي. ماشي يا سيدي مدينتي برضه الناس اللي شبه بعض هناك دي بيتجمعوا مع بعض انت فاهم. المفروض نجيب واحد كم واحد من الكفره برضه. نجيب احمد شاور. احمد شاور كده كان معايا. هيجي معانا تاني ولا هيخاف؟ تعالى نروح نجيب احمد شاور نقعد نعمل خطه ومن تاني. حلوه. لا جمع لي يا اسطى حد يا اسطى تاني يا اسطى. تعالى بس هنروح نشوف احمد شاور وعيني نشوف ايه. نعمل بس خطه جميله. نعمل لنا خطه في الطرش. خطه بقى ان هندخل نقتحم بيها من بره ولا من جوه؟ من جوه ومن بره من على السور. يا اسطى اسمها الحته اللي انت ضربت فيها سيدنا بي 6. بي 6 ده بي 6 كلها. بي 6 كلها تتدغدغ. بي 6 كلها تتدغدغ. بي 6 النهارده. بي 7 حتى لو بي 7 معاهم هيتدغدغوا هم كمان. وبعدين يا معلم المفروض دلوقتي احمد شاور جاي لنا على هنا. شاور كتاب الله مجلول يا ريس اللي هو اتقل منك يا ريس. انا بقول لك بقى دلوقتي مجلول مجلول يا ريس. نعمل خطه ما تخرش الميه. المفروض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدور السلام. بقول لك ايه؟ 15 راجل على ايدي موجودين وحاضرين ومعاهم السلاح ومعاهم كل حاجه. الله ان شاء الله. انا كلمت اشرف بيلي يا ريس بس مستنينا في الراجل ده ما بيتشرفش بينا. لا يابا ما هنروح له دلوقتي بقى ونعمل قعده ونظبط الدنيا. تعالى بس اقعد اهو. اقعد بس هنا. احنا عايزين دلوقتي عاملين خطه رايحين عشان الكلام يبقى امانه. يا بصلح يا اما بايه يا اما بايه واحد. بخراب. ماشي في 15 راجل هنقسمهم على بقيه البوابات. ماشي عشان لو اشرف كمان جاي. عشان لو دار غدر او دار مع عدم صلح يبقى فهموا يا ريس القضاء. يا ريس استنى مش بتاع السر ده. التليفون ده استنى سريع سريع واحده سريع سريع التليفون ده. الو. لا انا مسافر مش فاضي دلوقتي. ايه حوار يا عم يا معلم؟ ايه ماشي؟ بقالي كتير ما بستحماش وبقيت منتن، فممكن تطلع بره عشان استحمى؟ انا هستحمى بس يعني ممكن احمل القط بتاعي معايا عادي جدا. بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي من الساعة 4 الفجر. احنا من ساعة ما جينا من القاهرة ما نمناش عشان خاطر بندور على سيمبا. زي ما انتم شايفين احنا طبعنا الورق ده. يا اسطى القط ده احنا لازم نلاقيه. ما احنا هنلاقيه. انا مش هنطلع من البيت النهارده غير لما نلاقيه. سيمبا 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 سيمبا. وفي
التوقيت ده كانت جات لي اوحش مكالمه ممكن اكون سمعتها في حياتي، وعمري ما تخيلت ان هي تجيلي. في ناس كتير ممكن تعتبر ان ده شيء تافه ان حد ازاي يتعلق بحيوان، وخصوصا لو قطه. يعني في ناس مثلا بتعلق بكلاب، بتتعلق ببني ادمين. في ناس ممكن تقول ايه التفاهه دي، انت هتزعل على موت قطه، او هتزعل ده حيالله قطه. بس اللي ناس كتير ما تعرفوش ان القطه دي كانت تعتبر من شركاء النجاح من اول من بدا معانا المشوار اللي احنا بداناه كلنا. انا كنت بحس ان الكائن ده اللي هو سيمبا، كنت بحس ان هو يعني فهمنا وعارف احنا بنتصرف ازاي. يعني من كتر حبي فيه وتعلقي بيه انا خليته دايما موجود معانا في كل حته، على تيشرتاتنا، على العربيات بتاعتنا، حتى في الصور المصغره بتاعت الفيديوهات كنا بنستخدمه من كتر حبي فيه، ومن كتر ان انا كنت حابب دايما ان هو يكون موجود معانا. حتى لو مش موجود في الفيديو، لو ما سافرت من غيره كنت دايما بحط الصوره بتاعته. انا اول لما رجعت من الامارات عملنا حمله بحث رهيبه، لان انا لما سافرت الامارات كان هو عايش معانا في الشركه، وانا سافرت وهو كان بدا يطلع الشارع ويدور ان هو يتجوز في الشارع، لانه كان وصل للسن ان هو محتاج يتجوز ويخرج من البيت ومش حابب قعده البيت. فقلبنا عليه الدنيا وعملنا عمليات بحث في شارعنا وفي الشوارع اللي جنبنا وفي المناطق بتاعتنا كلها، بس ما كانش له اي اثر. لحد اما فوجئت بالمكالمه اللي جات لي واحنا بنصور دي، ولقيت حد من جيراننا بيقول لي ان هو لقى القط بتاعي عنده، بس للاسف كان ميت. وعلى الفور رحنا خدناه وجبناه ودفناه. انا طبعا ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس هو اللي انا اعرفه يعني اي كائن ميت احسن حاجه له ان هو يتدفن، لان طبعا يعني الجثه مش عارف هل مثلا كان المفروض ان هي تتساب في مكان مثلا مفتوح، بس طبعا خدناه على الفور ورحنا دفناه. ويشاء القدر ان في نفس التوقيت اللي حصل فيه الموضوع ده، سيكا اللي هو المفروض ابن سيمبا اللي كلكم حضرتوا ميلاده لما كان سيمبا مخلف تقريبا 4 أو 5 قطايد صغننين، ابنه الاكبر اللي هو احنا خدناه ربنا معانا برده وكان موجود عندنا بس مش في البيت، في الميعاد اللي سيمبا مات فيه ابنه كان خلف قط تاني فيه وكان شبه سيمبا بالظبط. فعشان كده قررت ان انا هاخد اللي يعتبر حفيد سيمبا ده، وهو اللي هيكمل مشوار سيمبا، وهيفضل محافظ على اسمه وهيفضل محافظ على كل حاجه سيمبا عملها معانا. ومش بس كده، ده كمان هيكون فيه على ارض الواقع مش محل واحد ولا اتنين ولا تلاتة، هيكون فيه محلات كلها شايله اسم سيمبا عشان نفضل محافظين على اسمه، وهيكون كبمثابه شكر لسيمبا على وجوده في حياتنا وخصيصا في حياتي انا، وخصوصا ان هو كان من بدايه المشوار معايا وكنت بحس ان هو بيشجعني. والله كنت دايما كده احس ان هو باجي اصوره في الفيديو احس ان هو عايز يعمل حاجه، ما اعرفش يعني كان ممكن يكون تهيؤات من حبي ليه، كان بيتهيالي ان هو بيساعدني، بس هو فعلا كان بيساعدني وكان سبب في وصولي لحاجات كتير جدا بعد ربنا طبعا. يعني بعد ربنا طبعا كان هو من الاشخاص المشاركين او من الكائنات المشاركه. انا ما اعرفش ممكن يكون القط ده بيحس او ممكن يكون بيسمع او ما اعرفش هل هو مثلا بعد ما اتدفن ممكن يوصل له الكلام ده، بس انا عايزه يكون عارف ان هو كان سبب في نجاح كبير قوي وكان سبب في تاثير نفسي ايجابي جامد جدا جدا. ومش عايز اي حد يتريق لما يشوف حد بيزعل على موت حيوان او موت قطه او موت كلب، لان بيكون في ترابط ما بين المشاعر ما بين الشخص وما بين الكائن ده انت ما تتخيلوش اصلا. ومش بس المحلات، كمان الشتا ده نازل مرش بيسبول كله محطوط عليه اسم سيمبا وصور سيمبا، وهيفضل حتى وهو ميت صوره بتنزل على تيشرتاتنا وبتتحط على كل حاجه ليها علاقه بالشوارجيه. طبعا زي ما انتم شايفين انا اول ما عرفت خبر ان بصوا زي ما انتم شايفين سبحان الله ونفس الشكل ونفس كل حاجه مع اختلاف لون العيون، لون العيون تقريبا من الام يعني، بس نفس الفحمه. طبعا لسه على بيبي صغنن، وطبعا كان يعني كان قاعد في الدفا، فانا جبته من الدفا. هو العسل ده هيكون موجود معانا برده سيمبا، بس سيمبا الصغنن يعني سيمبا الكبير فارقنا، بس هيكون موجود معانا وهنهتم بيه ونحافظ عليه زي سيمبا الكبير بالظبط، سيمبا الصغنون القمر ده.